القاهرة، حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية. حسمت المدفعية واحدة من أقوى المعارك التي شهدتها الحروب النظامية في التاريخ. بدأ سلاح المهندسين العسكريين تشييد صرح جديد من أمجاده، ونجح في مد الجسور وبناء رؤوس الكباري أمام الجنود والدبابات، وتمكن بدهاء وبحيلة غير متوقعة من نسف أسطورة خط بارليف في مفاجأة أذهلت العدو وأربكت حلفاءه. بداية بالضربة الجوية، بعدها بدقائق بدأ التمهيد النيراني بالمدفعية، وبعد ربع ساعة بالضبط من التمهيد النيراني بالمدفعية كان على أول كيلو من خط بارليف، انتقل القصف المدفعي للكيلو اللي بعده، فبدأ عبور المشاة عشان يحتلوا المنطقة الأولى من خط بارليف. فكان تزامن وكل خطوة محسوبة بالدقيقة، وفي نفس الوقت كان المهندسين بدأوا يمهدوا لساحات الكباري ويبدأوا يمدوا الكباري بتاعتهم ويبدأوا يفتحوا الثغرات في الساتر الترابي. أقمنا جسر أو سد زي خط بارليف في الصحراء الغربية مشابه له، وجربنا فيه ضربه بالقنابل والصواريخ وما جابتش نتيجة إنها تعمل ثغرات، إلى أن جه زميل الله يرحمه اسمه المقدم باقي زكي يوسف، وهو قال احنا كنا في السد العالي عندنا طرمبات روسي شلنا بيها رمال 5 مليون متر مكعب رمل، حركناه من مكانه لمكان يبعد 5 كيلو بالتجريب بالمية. فكان معانا المكان اللي هو مضخات المياه، شفط كبس بيشفط المياه من الكنال ومضخها في، وعايزه كان عاوزه قوة يعني جبارة، يعني كان عايزه ناس رجالة. جاني نائب مدير المهندسين وقال انا دلوقتي الرئيس السادات الله يرحمه بيبلغكم تحياته وبقول لكم مصر كلها منتظراكم، لان العبور واقف عليكم، اذا الكباري ما تمتش مش هيتم عبور. سلاح المهندسين كان ليه دور رئيسي في عمليه العبور، لدرجه ان احنا ممكن نعتبر ان عمليه العبور تعتبر عمليه مهندسين بحته. وانتصرنا في حرب اكتوبر باسقاط خط بارليف اللي هو قعد 6 سنوات يبنوا فيه، واحنا دمرناه في اقل من 6 ساعات. צריך לגמור עם זה, מי שבשבי בשבי, מי שיפרוץ החוצה, יפרוץ החוצה, ולייצר את הקו הזה. אני מודאג מה יהיה הלאה, כן? אני זוכר את המלחמה על ארץ ישראל.